ما تنساش كمان ان النادي الاهلي لزام عليه انه يفك الارتباط مع السويسري ريني فايلر اللي هو المدير الفني السابق. ده كان لزام على النادي الاهلي انه يفك الارتباط ليه بقى؟ لان مستر فايلر قبل ما يمشي كانت ليه بعض المطالب اللي فيها يعني اولا ما كانتش موجوده في العقد وفيها صعوبه في التوقيت الحالي انها تتحقق. وفي الفتره ديت الفتره اللي فاتت كان يحق للنادي الاهلي فك الارتباط. وهو النادي الاهلي فك الارتباط ليه؟ عشان حاجه واحده بس، ان هو راعى مصلحه فريق النادي الاهلي. طيب الاهلي مش هيضطر انه يوافق على امور كسياسه الامر الواقع، ان انت بتفرض عليا حاجه معينه وعايزني اقول اه او عايزني اقول امين. لا، النادي الاهلي ما فيهوش كده. فالنادي الاهلي بيفكر في مصلحه فريق النادي الاهلي اللي هو اهم، لانه قدامه اسبوعين ومهمه كبيره جدا اللي هي ماتشين الوداد المغربي في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. ودي البطوله اللي بنحلم بيها كلنا كجماهير وكاعضاء وكلعيبه، كله نفسنا انها ترجع تاني لدولاب بطولات القلعه الحمراء.